السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج سكراتش. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نرسم مثلث مثلا، فخلينا أول حاجة إن احنا نعملها إن أنا هقول له لما يحصل حدث. طيب لما يحصل حدث يعمل إيه؟ أول حاجة نروح للبن، أول حاجة نمسح كل اللي موجود بالشكل دوت، وبعد كده هنقول له عايزين ندخل إيفنت معين اللي هو forever. تمام، وعايزين نشوف بقى الحاجات اللي موجودة عندنا. خلينا نقول له بين داون هنا، ونبدأ نقول له إن الماوس يتحرك أو الفارة تتحرك أو القطة تتحرك أيا يكن. فهقول له مثلا خليها تتحرك مثلا كم خطوة زي ما أنت عايز، وليكن مثلا 100. تمام، وبعد كده هقول له اديها روتيت، فنبدأ نقول له خليها تلف. طيب هتلف بمقدار قد ايه؟ احنا عندنا مثلث 360، فلو قسمناها على 3 هتبقى مثلا 120. يلا بدأ يعمل المثلث، بس زي ما انت شايف فور ايفر. طيب لو احنا شلنا دي وحطينا ديت، هنضطر ان احنا نكررها كم مرة؟ 3 مرات بالشكل دوت، هيعمل لك المثلث بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له لا احنا عايزين بس ايه تستنى علينا شوية مع كل خطوة من دول، مثلا ويت ثانية ويت ثانية وهكذا. طيب تمام بالشكل دوت يعمل لنا المثلث.